يرافقه هو النائب الدكتور غطاس خوري ومدير مكتبه البطريرك فرانسوا عيد المعتمد البطريركي، يستقبل الرئيس الحريري أيضا قبل الدخول إلى مكان الخلوة التي ستعقد بين الرئيس الحريري والبطريرك الماروني. كم من المتوقع أن تدوم هذه الخلوة سلمان؟ لا وقت محدد حتى الساعة، ولكن القضايا كثيرة ستبحث خلال هذه الخلوة، وكما ذكرنا ستبحث بعد ذلك هذه القضايا على عشاء يشارك فيه الوفد المرافق للرئيس الحريري وأيضا البطريرك الراعي. كنا نتحدث عن موضوع الرئاسي، اليوم هناك شهور وأيضا هناك الكثير من الأزمات الداخلية التي تعصف بلبنان على الصعيد الاستحقاق الدستوري، قضية مجلس النواب، أيضا الأمن على الحدود، موضوع التطرف والإرهاب، والأهم أيضا كيفية مواجهة لبنان وتحييد لبنان عن كل هذه الصراعات من خلال دعم المؤسسات العسكرية وتحديدا الجيش اللبناني. وبطبيعة الحال سيطلع الرئيس الحريري البطريرك الماروني على كل هذه القضايا. طبعا أولوية الاستحقاق ستأخذ الحيز الأكبر، ولابد من هناك يعني لن يتم البحث في الأسماء كما أكدت مصادر المعهد الماروني، ولكن لابد من إيجاد مسار ما للخروج لإخراج لبنان من هذا المأزق الدستوري قبل أي استحقاقات أخرى، وهذا ما شدد عليه البطريرك الماروني في أكثر من مناسبة، وأيضا الرئيس سعد الحريري تحدث في هذا الإطار. أشير إلى أن الرئيس الحريري وفي إطار هذا اللقاء يأتي بعد زيارته العاصمة الفرنسية، وهذه المواضيع بحثت مع الرئيس الفرنسي، ولكن هناك تأكيد على القرار الداخلي الجامع لا أن يكون القرار من الخارج، وهذا ما أكدته المصادر في إطار التشاور مع كل مكونات المجتمع اللبناني لدرء الأخطار ولتحصين الدولة والمؤسسات كما قالت المصادر المواكبة لهذه الزيارة. أيضا روزي خصوصا عن رئيس الجمهورية هو الرئيس الماروني الوحيد في المنطقة، وهذه الثابتة يلتقي عليها الرئيس الحريري والبطريرك الماروني. تحديدا أهمية هذا اللقاء يأتي في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، وهذا اللقاء يأخذ بعدا وطنيا بالنظر إلى المركز المعنوي لبكركي وما تمثل، وهذه الاتصالات كما ذكرنا لم تنقطع يوما مع سيد بكركي سواء وجود الرئيس الحريري في الخارج أو في هذا الإطار. نعم روزي، إذن الآن بعد قليل تعقد هذه الخلوة، وطبعا لا يمكن تصوير الخلوة مباشرة، وبعد ذلك سيكون هناك عشاء تكريمي يقام للرئيس الحريري. أيضا موضوع يعني تداعيات الأزمة في المنطقة وعلى الحدود مع لبنان، لا سيما موضوع الوجود المسيحي في العراق سيبحث خلال هذا اللقاء، وأيضا تجنيب لبنان هذه التداعيات وتحديدا محاولات إيقاب الفتنة الداخلية وأيضا ما يتعرض له الجيش مؤخرا من أحداث أمنية والوضع على الحدود الشمالية وأيضا الشرقية للبنان. نعم روزي. نعم سلمان، كما نتابع أيضا في هذه الصور جانب من الحضور إلى جانب طبعا الرئيس سعد الحريري والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في القاعة الداخلية حيث ستعقد الخلوة بينهما، إلى جانب طبعا الحضور الذي تحدثت عنه. بأي حال بعد هذا اللقاء قد يتحدث الرئيس الحريري طبعا، وربما ستكون هناك كلمة للبطريرك الماروني مر بشارة بطرس الراعي. نعم روزي، سنكون معكم مجددا في نقل مباشر فور انتهاء الاجتماع أو هذه الخلوة بين الرئيس الحريري والبطريرك الماروني. نعم سلمان، نحن نتابع في الصور اللقاء الأولي بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والرئيس سعد الحريري داخل القاعة التي ستعقد فيها الخلوة، وكما ذكر الزميل سلمان سري الدين فإنه ستستكمل المباحثات على طاولة العشاء، وبعد هذا يتحدث الرئيس سعد الحريري وربما البطريرك الماروني في نتائج
هذه الخلوة التي تعقد بينهما. نعم.